مع تواصل تهديدات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بإطلاقهم صاروخا باليستيا على محافظة مأرب والذي اعترضته المنظومة الصاروخية لقوات التحالف العربي، ردت مقاتلات التحالف بشن غارات جوية استهدفت خلالها مواقع المتمردين في العاصمة صنعاء حسبما أفادت مصادر ميدانية. طيران التحالف قصف معسكرين للمتمردين وسط صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، كما شن غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة لهم في منطقة نقيل بن غيلان شمال شرقي صنعاء. وبحسب مصدر ميداني، شنت المقاتلات غارات على مواقع في جبل عريشة بمديرية نهم، مستهدفة معسكرا تدريبيا استحدثه الانقلابيون لاستقبال المسلحين الجدد. وعلى الأرض هاجم رجال المقاومة الشعبية في مديرية ياريم في محافظة إب تعزيزات لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت في طريقها من نقيل صمارة إلى مدينة التعز، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. بدورها شنت المقاومة الشعبية في محافظة حجة هجمات على مواقع المتمردين واستهدفت منطقة المخلاف، كما هاجمت نقطة مسلحة لميليشيا الحوثي في محطة الجبل في مفرق خميس كعدنا، وتحدثت أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. في هذا الحين قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بصواريخ الكاتيوشا عدة قرى بمدينة الصومعة في البيضاء. عماد الدين همام، العربية.